السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مرحبا بالإخوة والأخوات أعضاء المبادرة الطيبة. ده تكملة لملخص الدرس رقم 14، وبرضو تكملة لنقطة الأوديو فوكس. خدنا في الدرس السابق ده اتكلمنا عن مقدمة عن الأوديو فوكس، عرفنا اللوجيك أو المنطق اللي هي بتشتغل بيه، فهمنا ازاي بيتم عملية التخاطب ما بين الابليكيشنز وبعضها عشان تطبق الاوديو فوكس. نقول الله المستعان، بسم الله توكلنا على الله. ان شاء الله في الدرس دوت هنكمل شرح بقى العملي الخاص بمين بالاوديو فوكس. قبل ما ندخل على الاكواد، تعالوا بس نشوف شكل التطبيق بتاعي لما مطبقنا عليه الاوديو فوكس، وبعد كده نرجع للاكواد. ده تطبيق، التطبيق دوت في مثلا ميديا بلاير. انا طبعا يعني انا ما عنديش اتنين تطبيق، يعني انا مش عامل اتنين تطبيق، ولكن انا يعني هفترض ان اللوكال ريسورس، ان الزورين اللي فوق دول عبارة عن تطبيق بيشغل اوديو ملف صوتي، والزرار اللي تحت ديت اللي هي الاوديو اوفر سيرفيس اللي هي شغالة في الفور جراوند سيرفيس ديت عبارة برضو عن تطبيق برضو بيشغل ملف صوتي. يبقى ده هشبهه بتطبيق مستقل بيشغل صوت، وده هشبهه بتطبيق مستقل تاني بيشغل صوت. ده بس عشان يبقى فيه سرعة في الشرح. طيب إيه احنا المفروض بقى، احنا قلنا ايه الهدف من اوديو فوكس؟ اوديو فوكس ان انا لما اجي اشغل صوت اتأكد ان التطبيقات التانية ما تشتغلش الصوت بتاعها في نفس الوقت بتاعي، وبالتالي يفضل صوت واحد هو اللي مسيطر على الميكروفون العام لنظام التشغيل اللي يقدر المستخدم يقدر يتفاعل معاه في النهاية. طيب تعالوا مثلا نقول ايه، هنقول ان الاوديو اوفر سيرفيس دوت هنشبهه بالكيسه دي، عفوا باللي بالجهاز ده، وهقول ان اللوكال ريسورس دوت هشبهه بالابلكيشنز بتاعي اللي تحت دوت. تعالوا نشوف اول حاله بتاعتنا لما بعمل مثلا اللي هو البلاي. تمام، اللي هو البلاي طبعا انا هنا مديله الخاصية اللي هي اعتقد الاخيرة. طيب انا هظبط ان هو يشتغل على الخاصية الاولى وارجع تاني اشغل الفيديو. تمام. عدنا لكم بفضل الله. انا دلوقتي هطبق من خلال البرنامج بتاعي. انا دلوقتي قلت ده لوكال ريسورس، ده يشير لمين؟ للبرنامج اللي هو قدامي ده، والجزء اللي تحت ده يشير لمين؟ للبرنامج اللي تحت ده. طيب المفروض ان انا اعمل ايه؟ اولا المفروض يبقى مثلا عندي برنامج شغال مشغل صوت، وده اللي انا هعمله دلوقتي. بس قبل ما اعمله دلوقتي بس هحكي لكم الرساله اللي انا هبعتها من خلال الزرار دوت. البرنامج ده المفروض ان انا ايه، في برنامج تاني مشغل صوت، وانا البرنامج دوت بتاعي اللي هو ده عايزه مثلا يشغل صوت برضه. فانا بعت رساله من خلال المكان ده كده باستخدام ريكوست اوديو فوكس، وقلت ان الرساله هتبقى ايه، اوديو فوكس جين. طب جين ديت معناها ايه؟ معناها ان انا يا برنامجي اللي هيشتغل ده هيشغل ملف صوتي غير معروف، او برنامج يعني المده بتاعته هتبقى طويله. يبقى الرساله دي هتروح لنظام التشغيل طبعا، بما ان دوت هو ده مشغل صوت دلوقتي، هيقول له ايه، هيبعت له الرساله ديت، هيبعت له طبعا هيفاير اللي هو الحدث ده، وهيبعت له في رساله اسمها اوديو فوكس لوس. البرنامج دوت اللي هو تحت اللي هو ده كده، بما انه بيتصنت على الحدث ده، اول ما يشوف ان الستيت بتاع الاوديو فوكس تشينج اتغير للاوديو فوكس لوس، هيروح موقف مين الصوت بتاعه، هيعمل له ستوب مش بوز. خلي بالك ليه مش بوز، لان ستوب لانه هو عارف ان هو اخد منه الميكروفون مده، يعني اللي سحب منه الميكروفون هيسحبه مده طويله، لانه بعت رساله مين، باستخدام الاوديو فوكس جين. تمام، فبالتالي مفيش داعي ان انا اعمل بوزنج لمين، للاوديو، واسحب من الرامات، اعمل له ستوب وخلاص، واعمل ريليز لمين، وبعد كده لما المستخدم يرجع يشغل يبقى شغله من البدايه مش مشكله. خلاص. طيب تعالوا نشوف الكلام ده، ركز ان في الرساله ديت، يعني في الخطوات اللي انا هعملها دي هيمر بيها، هيبقى في حاجه زي التوست كده، زي رساله تظهر تحت هنا، ركز معاها. ها
اول حاجه نعمل المحاكاه بتاعتنا. هعمل محاكاه ان في برنامج اللي هو البرنامج ده اللي هو موجود في المكان ده هو مشغل صوت، وبعد كده هروح اكن البرنامج هشغل منه صوت من هنا، يعني هعمل ريكويست نقول بسم الله. إلهنا من نقصد وأنت المقصود ومن الذي يعطي. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. لاحظ اللي تم ان الميديا بلاير طلب مين الريكوست، تمام؟ طلب الريكوست من مين؟ من اللي هو نظام التشغيل. نظام التشغيل رد عليه قال له granted، يعني انت مسموح لك. بعد كده البرنامجي اللي هو لما دوست هنا قدر ان هو يشغل الصوت، وفي نفس الوقت نظام التشغيل بعت الرسالة اللي هي اسمها اوديو فوكس لوس للبرنامج ده اللي هو كان شغال تحت في السيرفس، فاجبره ان هو يمين يوقف الصوت بتاعه، يوقفه ان هو يعمل ستوب، تمام؟ طبعا الرسالة ديت اغلبها بيبقى جاي مثلا في اولها اسمه مثلا سيرفس او ميديا بلاير دوت، بيقول لك ايه الرسالة ديت، يعني مين اللي بيتكلم منها، يعني مثلا لما سيرفس ديت بتعمل مثلا ريكويست، فبتقول مثلا سيرفس مثلا ريكويست مثلا ايه granted، يعني اخدت السيرفس، طبعا يقصد بيه البرنامج ده سيرفس، وده بسميه اللي هو ميديا بلاير. طبعا انا مدي بس الاسماء عشان يعني افرق ما بين هنا وهنا، يعني ده ميديا بلاير بيشير لده، وده سيرفس بيشير للتطبيق ده، فما اقول للتطبيق ده بقول عليه سيرفس. يعني نعمل تاني. إلهنا من نقصد وأنت المقصود ومن الذي يعطي وأنت صاحب الكرم والجود. تمام، هنا شوف السيرفس عمل لي ايه، ابندن اوديو فوكس، ده مين اللي بيقولك ده؟ السيرفس بتقول لي انا عملت ابندن اوديو فوكس. طب ليه يا ريس عمل ابندن اوديو فوكس؟ يعني سبت الميكروفون ليه؟ هو خلاص انا عملت ستوب. ستوب لمين؟ للبرنامج ده. السيرفس ده مش خلاص بقى مش عايز اشغل الملف اوديو، انا يعني انتهيت منه، فاروح مرجع الميكروفون. انا مش بحتفظ بالميكروفون، انا بفضل الميكروفون معايا ولغايه ما انا اشغل الفيديو بتاعي او الصوت بتاعي، وبعد ما بخلص برجعه، تمام؟ او بيفضل معايا لغايه ما نظام التشغيل يسحبه مني يديه لحد تاني، حلو؟ فانا لما عملت ستوب في زرار الستوب دوت قلت بما انها هتوقف ملف الصوت يبقى اعمل لي ايه، ابندن الامر ده الاوديو فوكس، رجع الاوديو فوكس لمين؟ نرجع الميكروفون لنظام التشغيل تاني، يدي بقى لاي حد يحتفظ بيه، ديت مش شغلتي، تمام؟ طيب تعالوا نشوف حاجه تانية. طيب احنا ركز بقى معايا في الحته دي تاني، معلش نعمل الرساله دي تاني عشان تثبت في دماغنا. انا هنا هطلب مين؟ هطلب الميكروفون، بس نوع الرساله بتاعتي تبقى ايه؟ جين، يعني هطلبه ان هو يكون معايا فتره طويله، تمام؟ لونج ايه؟ لونج دايريشنز. فبما ان لونج دايريشنز يبقى البرنامج السيرفس دوت مش هيوقف الصوت وبعد كده يشغله لما الصوت التاني ده ينتهي، لا ده هو هيفصله خالص، فهيعمل هنا ايه؟ هيعمل اكن ستوب بالظبط، خلاص. طب هو هيعمل الصوت ازاي هو اصلا مشغل الصوت؟ هو البرنامج ده السيرفس ده بيتصنت على الحدث ده، لو لقى الرساله دي اسمها اوديو لوس اعرف ان ده هيفقد الاوديو فوكس فتره طويله، فبالتالي هيعمل ستوب، انا مبرمجه على كده، حلو. تعالوا برضو نجرب تاني، نقول ده السيرفس ده هيشغل اوديو. إلهنا من نقصد وأنت المقصود ومن الذي يعطي وأنت صاحب الكرم والجود ومن الذي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من ميديا بلاير. عمل ايه؟ ابندن الاوديو فوكس، خلاص انا يا ميديا بلاير انا مبرمجه، اقول له خلاص انا وقفت الصوت عندك هنا، خلاص انا مش محتاج الميكروفون، رجع له تاني، ديت في الحالة دي. طيب هل في حالة تانية اقدر ان انا بمجرد ما اوقف الصوت هنا الصوت دوت اللي في البرامج التانية يرجع يكمل مكانه؟ ينفع. طب ازاي؟ اغير الرسالة، اقول لنظام التشغيل، اقول له وانا بعمل ريكوست بتاعتي بقول له الريكوست دايريشنز الفتره بتاعتي هتمشي بالنظام ده مثلا اللي هو جين ترانزيانت، يعني هيبقى ايه؟ عايزه اكتساب مؤقت. ادام اكتساب مؤقت يبقى اي برنامج تاني كان مشغل الصوت هيعمل له عمليه بوزنج، تمام؟
لغايه ما سيادتك تخلص الصوت بتاعك، وبعد كده يرجع الميكروفون يرجع لهم تاني يكملوا الشغل بتاعهم. يبقى اجي هنا اعمل الرساله بتاعتي واقول جين ترانزيانت. طيب انا هوقف التسجيل وارجع اغير في الكود بتاعي واخلي الرساله ديت بدل ما هي كانت شغاله بالاوديو فوكس جين تخليها تشتغل تبعت رساله من النوع ده جين ترانزيانت، تمام؟ وارجع نكمل بقيه الشرح عليها. عدنا بفضل الله وقلنا انا هخلي البرنامج بتاعي اللي هو اللوكال ريسورس دوت اللي هو ده اخليه يبعت رسالة يطلب طلب ان هو يتحكم في الميكروفون او يبقى ياخد الميكروفون من نظام التشغيل اوديو فوكس، يعني يعمل ريكوست اوديو فوكس وهيقول لنظام التشغيل انا عايز عايز اخد الميكروفون ولكن بشكل مؤقت جين ترانزيانت، يعني ايه؟ عايز اشغل ملف اوديو عن طريقي بس مش هاخد كتير، يعني انا عندي هنا وقت قصير وبعد كده ايه هرجع لك الميكروفون. طب ليه بيقول له وقت قصير؟ لان نظام التشغيل اول ما يقرا الرساله وهيعرف ان انت وقت قصير هيبلغ التطبيقات التانية اللي هي بتتصنت على الحدث ده، هيقول له انا هاخد منك الميكروفون فتره معينه وبعد كده هرجعه لك تاني. فبما ان التطبيق ده اصلا مشغل صوت هيشوف الرساله اسمها اوديو فوكس لوس ترانزيانت، ده طبعا دي المقابل لمين للرساله دي، ده مين اللي هيبعتها؟ نظام التشغيل هيعمل لها ايه فاير من خلال الحدث ده او الايفنت ده، ويقول له الستيت او الحاله الخاصه بالاوديو فوكس هتتغير للرساله دي للحاله دي. النظام التشغيل عفوا البرنامج دوت هيشوف الرساله ديت ده لوس ترانزيانت يعني هيفقد فقد ايه مؤقت، ادم مؤقت يعني مفيش داعي ان انا اوقف اعمل ستوب للاوديو بتاعي، انا بس اعمل له بوزنج اعمل له ايقاف مؤقت بس خلاص. طب ليه اعمل له ايقاف مؤقت؟ عشان لما يرجع لي تاني لما ادم هو قال لي انا هاخده منك مؤقتا، فبالتالي ادم قال لي هاخده منك مؤقتا ويبقى هيرجعه لي تاني. هيرجعه امتى؟ لما التطبيق اللي خد الميكروفون اللي هو طلب ان هو يسحب الميكروفون لما يخلص شغله ويرجعه لنظام التشغيل، نظام التشغيل يرجعه لي تاني. فانا هفضل عامل بوزنج للابلكيشنز بتاعي او الاوديو على التطبيق ده لغايه ما الميكروفون بتاعي يرجع وبعد كده اكمل من حيث ايه انتهيت. طيب هنقول مثلا ان التطبيق ده هو اللي هيشغل الفيديو او الاوديو اللي هو خاص بالسيرفس ديت، بعد كده اخلي التطبيق ده يعمل ريكوست بالنظام اللي هو جين ترانزيانت اللي هو اكتساب مؤقت. تعالوا نشوف نقول بسم الله. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، ومن الذي يعطي وأنت صاحب الكرم والجود، ومن الذي نسأل وأنت الرب المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا. ايه اللي حصل؟ حصل ان البرنامج ده راح سحب الصوت او الميكروفون من البرنامج ده اللي هو شغال في المكان ده سحب مؤقت، فالميكروفون دلوقتي والصوت اللي طالع دلوقتي شغال من هنا. حلو. انا بقى بمجرد ما اعمل اللي هو الابندند اوديو فوكس او الملف الصوتي يخلص معناته ان انا هرجع الميكروفون. ابندند اوديو فوكس يعني برجع الميكروفون يرجع نظام التشغيل، نظام التشغيل يروح مرجع لمين؟ للابلكيشن التاني اللي عامل توقف مؤقت. طيب تعالوا نجرب. طيب ده مشغل الاوديو، اوقفه ازاي؟ ممكن اعمل له بوز، ما هو بوزنج ده برضه انا مديله ايه مش ايقاف مؤقت بس، ده انا عامل له برضه مديله امر ده في نفس الزرار، تمام؟ ممكن اعمله كده او ممكن يبقى في زرار تاني اسمه ستوب، ايا كان الفكرة ايه واحدة. شوف ايه بقى اللي هيحصل دلوقتي. اذ رآنا انت الرب المقصود، الهنا هل في الوجود اله غيرك فيد. شفت ايه اللي حصل؟ ان البرنامج بتاع اللي هو السيرفس ده ما بدأش الملف الاوديو بتاعه من البداية. ليه ما بدأهوش؟ لان هو اصلا اعتبر ان جات له رسالة، الرسالة ديت بتقول له ايه؟ طبعا الرسالة اللي هتجيله هتبقى رسالة بالاسلوب ده اوديو فوكس جين، تمام؟ اوديو فوكس جين ديت هتجيله عن طريق مين؟ عن طريق نظام التشغيل من خلال الليسنر اللي هو الايفنت ده، تمام؟ يبقى ده خلي بالك ركز معايا في الكلمتين دول، ده اول مرة خالص وده بيشغل الاوديو بتاعه، ده هيبعت رسالة بالنوع ده
جين ترانزيانت. جين ترانزيانت ده هيبعت لمين؟ نظام التشغيل. نظام التشغيل يدي المقابل ليها هيبقى اللي هو اللوس ترانزيانت، ده يسمع ان في حدث اتغير اللي هو بتاع الاوديو فوكس دوت واخد القيمه دي للست ديت، هيروح موقف عامل بوزنج. طب يكمل امتى؟ يكمل لما يرجع له رساله برضو على نفس الايفنت بس بايه؟ بالاسم ده اللي هو اوديو فوكس جين. يبقى اوديو فوكس جين ديت معناتها ايه بالنسبه ليه اللي بيتصنت عليها داخل الحدث ده؟ معناتها ان التطبيق دوت او اي تطبيق بيتصنت ولقى الرساله ديت جايه له يعرف ان هو كان مشغل قبل كده ملف صوتي ووقفه مؤقتا، يعني اتسحب منه الميكروفون والميكروفون دوت اتفق مع نظام التشغيل ان هو يرجعه له تاني بعد ايه ما الطرف التاني ده يخلص الهدف منه. تمام. فبالتالي لو لقيت الرساله دي اعمل ريزيوم للاوديو بتاعي. ممكن تعمل ريستارت، يعني انت حر، انت احنا دلوقتي بنقول يعمل ستارت يوقف، ده اللي هو اللوجيك المتبع في التطبيقات كلها. انت بقى عايز تعمل حاجات غير كده انت حر، انت ادام انت فهمت الرسائل بتمشي ازاي وده بيروح لفين وده يجي منين انت خلاص ملكت ايه زمام الامور بين ايديك. طيب نعمل ايه تاني؟ طيب تعالوا بقى نشوف اللي هو النوع الثالث. انا هوقف في الفيديو واظبط الكود اللي هو بتاع البرنامج ده ان هو يبعت لي رساله من النوع ده ونشوف هتعمل ايه. عدنا بفضل الله. دلوقتي انا ظبطت البرنامج ده اللي هو في اللوكال ريسورس ده ان هو يبعت رساله ريكويست اوديو فوكس، والرساله ديت تبقى ايه الدايركشنز بتاعتها اللي هو جين ترانزيانت مي دك. خلاص يقدر ان هو يعمل عمليه انحناء. طيب الرساله ديت معناتها ايه؟ معناتها ان نظام التشغيل تقول له لو سمحت هات لي الميكروفون واسمح للتطبيقات التانيه ان هي تقدر تخفض الصوت بتاعها، انا مش هلغيها بس هسمح لها برضو ان هي تخفضه. وطبعا هنا انا قلت له هات الميكروفون لفتره قصيره، يعني معنى ايه الكلام ده؟ جين ترانزيانت يعني اكتساب مؤقت، يعني انا عايز الميكروفون عشان اشغل فيديو اوديو يعني صوت مده قليله يعني مش كبيره. تمام اللي هو شورت دايركشنز مع امكانيه ان انا هيبقى فيه ميدك. الراجل الاندرويد دوت هياخد الرساله وهيقول لي خلاص انا هديك جرانتد هسمح لك بكده، وفي نفس الوقت هيبعت رساله مضاده عن طريق اللي هو الايفنت اللي هو اون اوديو فوكس شينج، والرساله المضاده هتبقى ايه؟ اوديو فوكس لوس ترانزيانت كان دك. هتلاقي عكس ده بالظبط. طيب اللي بيتصنت على الحدث ده اللي هو التطبيقات اللي مشغله اوديو، اول ما هتلاقي ان الحدث اتغير للست ديت هتعمل حاجه معينه. ايه بقى الحاجه؟ اغلبيه التطبيقات بتشوف لما بتلاقي ان هو في فقد ترانزيانت مؤقت للصوت مع امكانيه ان انا اعمل دك ان انا اعمل انحناء فبتنحني. بتنحني مين؟ للراجل ده. يعني ايه بتنحني؟ يعني بتقلل الصوت بتاعها. تمام. يعني في الغالب مثلا ممكن 10% 20%، فبالتالي الصوت دوت مش هيكتم ولا هيتوقف، هيفضل شغال بس صوته واطي بنسبة 20%. طيب الواطي ده يعني لمدة كبيرة ولا قصيرة؟ لا هيفضل لمدة قصيرة. ليه؟ لأن أنا قلت له هنا إيه؟ لوس ترانزيانت يعني فقد مؤقت مع إمكانية إن أنت تعمل انحناء. يعني أنا دلوقتي هعمل إن أنا أشغل يعني هخلي الصوت بتاعي بتاع البرنامج ده هينزل بنسبة 20% أو هينزل نسبة 20%. يعني أنا عندي الصوت مثلا من 1% لغاية 100%، فأنا هنزل 20% بالظبط، فيبقى صوت واطي جدا. تمام. فمش هيأثر معايا، يعني بحيث إن برضو المستخدم يقدر يشوف الصوت أو يسمع الصوت دوت. حلو، تعالوا بقى نجرب الكلام ده. طبعا احنا قلنا هيفضل مؤقتا لغاية ما الميكروفون يرجع له تاني وبعد كده يظبط حاله ان هو يرفع الصوت بتاعه. طب هيرجع امتى؟ لما الاخ دوت يعمل ابندنت اوديو فوكس، لما يقول له خلاص انا اكتفيت من الميكروفون اتفضل يعني يسلمه تاني لنظام التشغيل. نظام التشغيل يرجع بالاسلوب برضو اللي هو الاوديو فوكس جين دوت تاني، يقول له اتفضل انت انا كنت سحبت منك الميكروفون واديني رجعته لك تاني. يبقى البرنامج دوت في المرة التانية لما يشوف ان الاستيت اتغيرت للرسالة ديت يعرف ان هو كان معاه الميكروفون وبعد كده اتسحب منه مؤقت وبعد كده رجع له تاني، فبالتالي بقى ان هو ايه
بيعمل عملية ان هو يعني بيرفع الصوت تاني، وبيخلي الصوت بتاع مثلا بتاعه بيشتغل لو هو يعني زي ما بيقولوا ايه، لو هو كان كاتم الصوت او كان مثلا موقف في الملف الصوتي. انا هعتبر ان الملف الصوتي هيفضل شغال، فبالتالي هنا هيرفع الصوت بدون اي مشاكل. طيب تعالوا الاول نتأكد ان ده السيرفس دوت البرنامج ده هو اللي شغال، وبعد كده نروح نعمل الرسالة بتاعتنا من النوع دوت. بسم الله. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، ومن الذي يعطي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك. لاحظ ان الصوتين اشتغلوا، ده صوته عالي لان ده اللي معاه الميكروفون، ده الماستر دلوقتي، ده اللي واخد الفوكس. ده الصوت بتاعه ما اتقفلش بس شغال، بس صوتي بنسبة 20%. تمام، ده اللي احنا بنقول عليه الرسالة اللي هو ايه، ترانزيانت مي دك، ده اللي اسمه دكنج. دكنج ده اللي هو الانحناء، بينحني، برنامج بينحني يعني صوته بيوطى قدام الصوت العالي او البرنامج اللي هيشغل صوت عالي. تمام، طيب هيفضل على الكلام ده لحد امتى؟ صوته واطي، هيفضل لغايه ما دوت اللي هو البرنامج دوت يقول له خلاص خد الابندنت اوديو فوكس، رجع الميكروفون تاني. ارجع ازاي؟ ان انا ادوس على دوت عشان يعمل لي ينفذ الامر ده، الميكروفون يرجع، يروح ده يقول له خلاص انا رجعت لك الميكروفون بتاعك، علي الصوت بتاعك اهو. موسى إذ رآنا الضر والبلوى، أم هل رؤوف غيرك للعبد الفقير يعتمد عليه، أم هل مليك سواك تبسط الأكف بالدعاء إليه، فليس إلا كرمك وجودك لقضاء الحاجات، وليس إلا. طيب تعالوا بقى نعمل اخر رسالة، نوقف التصوير وبعد كده اروح اظبط الكود دوت بيبعت رسالة بالاسم ده، ونرجع لكم تاني باذن الله. عدنا بفضل الله، انا دلوقتي ظبطت الكود ده اللي هو كان ريسورس ان هو يبعت رسالة بالاسم او بالنوع اللي هو الدايركشنز ده، جين ترانزيانت اكسكيوسيف. يعني ايه الكلام دوت؟ نوع الرسالة دي بتقول ايه؟ بتقول نظام التشغيل، خلي بالك انا هسحب منك جين ترانزيانت، يعني هسحب اللي هو اكتساب مؤقت، هسحب الميكروفون لفترة قصيرة، وفي نفس الوقت هيبقى يكون اكسكيوسيف يعني حصري، يعني بحيث ان انا لا عايز اسمع منك صوت ولا اسمع صوت من اي تطبيق اخر. ده هياخد ايه؟ مجرد ما يفهم الرسالة ديت هيقول له حاضر هديك جرانتد، وفي نفس الوقت هيبعت للابليكيشن دوت، يبقى هيقول له يعني هيبقى مثلا يقول له الاوديو فوكس بتاعك هيبقى لوس. تمام، وفي نفس الوقت هيقبل حاجه اسمها ريكوست فيلد، يعني هيخلي دوت برضو ريكوست فيلد، يعني لو انا شغلت دوت واخدت الميكروفون وشغال بيه، لو ورحت على البرنامج دوت وحاولت ان انا اشغل الصوت فيه تاني، يعني هعمل ريكوست تاني. ما هو الصوت ده برضه لما بيجي يشتغل بيعمل ريكوست اوديو فوكس، ولما يجي يرد الميكروفون بيعمل برضه الابندنت اوديو فوكس. فلو دوت حاولت ان انا اشغل فيه الصوت وده شغال، هيروح هنا يشوف نظام التشغيل، هيقول له ايه، لا حضرتك انا كان جاي لي رساله قبل كده، واحد سحب مني الميكروفون يبقى حصر ليه، مش هقدر ان انا ايه اسحب من الميكروفون لحد، وهيقول له ايه اوديو فوكس ريكويست فيلد، يعني هيدي الرساله ديت. تمام، هيبقى ده الرساله الخاصه بمين؟ بالنظام التشغيل نفسه. فبالتالي الرساله دي هتروح لمين؟ للراجل ده، لان خلي بالك الريكويست ده احنا قلنا انا بطلب الريكويست وبحدد فيه الدايركشنز، المفروض بنتظم منه رد من نظام التشغيل، يقول لي جرانتد مسموح لك هتاخد الميكروفون، ولا او يقول لي فيلد لا انت مش مسموح لك. طبعا فيلد ديت لما يكون حد هياخد الميكروفون وهيسحب الصوت الاوديو فوكس بالصيغه ديت ترانزيانت اكسكيوسيف. تمام، تعالوا نشوف. إلهنا من نقصد و...
بسم الله الرحمن الرحيم. أنت المقصود ومن الذي يعطي وأنت صاحب الكرم والجود ومن الذي نسأل وأنت الرب المقصود وأنت طه ما أنت الرب المقصود إلهنا. طبعا هو في برضو هنا يعني أنا في الحقيقة مش عارف هي مشكلة في الإيميليترز ولا ايه بالظبط، ولكن على حد علمي ان الموضوع دوت عشان يشتغل زي ما بيقولوا كده لازم كل واحد فيهم على ثريد، يعني ده يعتبر تطبيق وده تطبيق، تمام؟ يبقى ده تطبيق يسحب الصوت بالصيغة اللي هو الاكسكيوسيف، وتطبيق تاني يعني برضو بيشغل الصوت، لان دوت في الوقت الحالي اللي انا عمال اجرب عليه دلوقتي بجرب على برنامج واحد او على تطبيق واحد، فممكن نظام التشغيل ما بيعملش عملية الديناي، خلاص هو بيبعت اللي هو اللوس بس ما بيعملش عملية الديناي. فولكن هي الفكرة زي ما قلنا لكم كده ان اكسكيوسيف ديت بيستخدم مع برامج التسجيل اللي بتمنع نظام التشغيل ان هو يطلع صوت او اي برنامج تاني يطلع صوت. وطبعا هنا زي ما قلنا ايه يعني السحب هنا مؤقت، فبالتالي زي ما احنا شفنا دلوقتي لما برجع تاني ان انا يعني اوقف الصوت بتاعي اللي هو الصوت اللي هو الاصلي اللي هو شغال اللي هو في البرنامج دوت، البرنامج التاني بيرجع يكمل الصوت، يعني بيروح له حاجة اسمها الاوديو فوكس جين، ولو انا سحبت منك قبل كده ميكروفون خده تاني كمل شغلك، لان الرسالة بتقول جين ترانزيانت يعني سحب مؤقت. لو قالت جين سحب بس كده اللي هو استحواذ مش هيبقى في حاجة اسمها مؤقت، هيفضل نهائي معايا. طبعا المفروض بقى ان انا لو روحت على البرنامج ده ودوست عليه وده شغال بيعمل ريكوردينج، مفروض ان هو ما يسمحليش ان هو يشغله، تمام؟ زي مثلا ده كده إلهنا أنزلنا علينا من نقصد ده طبعا ما ينفعش ان هو يسمح لي بيه. انت زي ما انت شفت دلوقتي انا شغلت ده كان شغال، رحت مشغل الصوت ده بالرسالة ديت، فده منعه مؤقتا. رجعت عشان اشغل دوت راح موقف ده وشغل ده، فبالتالي المفروض ان هو يعني المفروض ان هو اداله granted، ولكن في الحقيقة المفروض ان هو بيديله ايه request failed، يعني لو انا رجعت لده شغلته تاني مش هيسمح لي. ليه؟ لان في ده دوت واخد الميكروفون بالexecutive حصري ومش هيسيبه ولا هيسمح له بيه granted الا لما انا اعمل له بوز، اعمل له هنا ايه ستوب مثلا، لايه ارجع له اللي هو الابندنت للاوديو فوكس بتاعي. ولكن زي ما قلنا ممكن يكون المشكله هنا ان اللي هو الريكوست والابندنت دوت على تطبيق واحد، فبالتالي نظام التشغيل ما بيعتبروش ان ده تطبيق وده تطبيق، بيعتبر اكنه ده تطبيق واحد والاتنين شغالين على مين ثريد، تمام؟ يمكن تشتغل لو في تطبيقين، يعني ده عملته على التطبيق ونفذت الفكرة دي على تطبيق اخر. طيب عايز اروح بقى للكود، بس انا خايف ان الفيديو يبقى طويل. طيب نقول الله المستعان. طيب اول حاجة بعمل ايه؟ ده ملف الاوديو سيرفيس، ده هعتبره انه دوت السيرفيس بتاعي، ده التطبيق بتاعي اللي هيشغل صوت، وده الميديا بلاير، ده التطبيق دوت اللي هيشغل صوت اخر. يبقى ده مخليه يشغل صوت وده مخليه يشغل صوت، ده اللي احنا بحاول ان انا اعمل زي محاكاة يكون عندي تطبيقين على برنامج واحد، هو الاتنين واحد يعني الفكرة واحدة. طيب تعالوا نشوف ايه اللي هنعمله. المفروض ان انا هطلب الصوت، عشان اطلب الصوت باجي اول على البلاي اطلب اللي هو الاوديو فوكس، يعني باجي في الزرار اللي هيشغل الصوت نفسه بعمل حاجة اسمها ايه، بستخدم الاوديو مانجر. مكتبة الاوديو مانجر ديت عشان ان انا اجيبها، طبعا الاول بعمل هنا زي جلوبال فاريبل بقول له اوديو مانجر ام اوديو مانجر، طبعا ده ممبرز اللي الكلاس اللي هو ميديا بلاير، طبعا بديله القيمة نل، ده هو يعتبر عن جلوبال فاريبل. طيب المفروض ان انا الاوديو مانجر دوت اديله اعمله انيشلايز فاليو، طيب اعمله انيشلايز فين؟ من كرييت اون كرييت، جيت على اون كرييت ديت
وكتبت السطر ده. طبعا انا ممكن اعمله انيشلايز برضو في البلاي اوديو، ما فيش مشكلة، بس انا بفضل ان انا اخليها في الاون كرييت او اون ستارت، يعني عشان تبقى جاهزة معايا في اي وقت. فانا هنا قلت للمتغير دوت عايزك ايه، اجيب القيمة بتاعته. اجيب القيمة ازاي بقى؟ ركز في الحتة دي. اوديو مانجر الكلاس، هو الاوديو مانجر ده اللي هو مدير الصوت، هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن سيرفيس. السيرفيس ده فين؟ موجود في النظام. طب اجيب خدمة موجودة في النظام ازاي؟ من خلال الامر اللي هو جيت سيستم سيرفيس، وبعد كده بقول له اسم السيرفيس اللي انا عايز اجيبها. طبعا هنا بقى ممكن اجيب اوديو سيرفيس، ممكن اجيب البلوتوز، ممكن اجيب مثلا حاجات كتيرة، ممكن اجيب مثلا كونكتيفيتي اشوف في واي فاي، في انترنت، مفيش. ممكن اشوف ال يعني اغلبية السيرفيس اللي هي خاصة مثلا بالسنسورز والكلام ده بجيبها من الدالة اسمها جيت سيستم سيرفيس. انا كده خايف ان الملف يبقى كبير. طيب انا هكتفي بهذا القدر، وان شاء الله نكمل في فيديو اخر. اسألكم صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.